مشاهدي قناة النادي الأهلي، يمكن خبر مفرح، خاتم سليماني النادي الأهلي يمكن ما بيتكلمش كتير، ولكن حظنا الحلو جدا على شاشة قناة النادي الأهلي في لقاء خاص وحصري مع خاتم سليماني النادي الأهلي، محبوب النادي الأهلي، يمكن الحاوي حاول النادي الأهلي كابتن وليد سليمان. بقول لك كلمة كابتن وليد ومليون مبروك التجديد. حبيبي ربنا يخليك يا رب، وبشكرك على المقدمة الجميلة دي، والله يبارك فيك يا رب. النادي الأهلي خاتم سليماني يعني وليد سليمان، بالنسبة يعني بيعني لك ايه التعبير دوت؟ والله يعني بص هقول لحضرتك حاجه، احنا كلنا تحت امر النادي الاهلي، ودي حاجه يعني مسمى انا بعتبره حاجه وسام على صدري ان جمهور النادي الاهلي يعني يحطني في المسمى ده، ده وسام على صدري. وبقول لكم يعني ان شاء الله هنكون عند حسن ظنكم بكل تعبنا وكل جهدنا عشان نرضي جمهورنا ان شاء الله. مليون مبروك التجديد على طول، وقعت على طول من غير اي كلام من غير اي حاجه خالص، هو ده وليد سليمان. اكيد يعني ما بيتنا، ما فيش حد هيشترط على بيته يعني ولا على النادي الاهلي عامه، ده شرف زي ما قلت لاي لاعب يكون منتمي النادي الاهلي. النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا، ويعني بيمثل لنا احنا كمان بالنسبه لنا كيان كبير جدا. يعني فتره الكورونا، وربنا يا رب يعفو الناس كلها والشعوب العالم كلها يعني يزيل هذه الغمه. قضيت الفترة الصعبة دي في البيت، كنت تتمرن، كنت بتنزل، قضيت الفترة دي ازاي؟ والله زي ما انت قلت الفترة كانت صعبة جدا علينا وعلى مصر كلها. الموضوع كنا بنتمرن في برامج بتتبعت لنا من النادي من الجهاز، بنتمرن على فترات، والامور يعني طبعا انت ما بتبقاش عارف هتبدا امتى الدوري، هتبدا امتى تدريبات، لكن احنا كنا شغالين، بيجينا تعليمات من المدير الفني، وبنحاول على قد ما نقدر في مساحات معقولة نتمرن ونكمل برنامج. يعني استقبلت خبر رجوع الدوري الممتاز استكمال الموسم من جديد، استقبلته ازاي؟ والله احنا يعني عندنا اشتياق للكلام ده، بقالنا 3 شهور يمكن من فترات طويلة جدا ما حصلش الوقف ده. بالنسبه لنا عايزين ده شغلنا ولازم ننزل، يعني مش هننزل النهارده هننزل بكره، يعني كده كده الحياه هترجع، بس يعني الناس كلها رجعت، الدوريات كلها، واحنا ما نكلش شيء يعني مصر ما نكلش شيء عن الدول اللي رجعت كدوريات. احنا نتمنى الامور تمشي في الاستقرار، ونتمنى ان القرارات اللي طلعت توفق وتمشي ونلعب يعني ان شاء الله. بطوله الدوري محسومه للنادي الاهلي ولا لا؟ لسه في فريق نقاط يسمح بالتعويض لا قدر الله يعني. لا لا لا، لسه بدري ولسه قدامك دور كامل، واحنا كالنادي الاهلي يعني ما بنفكرش بالكلام ده خالص، احنا بنبدا نحس ان احنا خدنا البطوله ما تكون في ايدينا، وبنحتفل مع جمهورنا غير. طيب كده لا. قريت في الصحف والسوشيال ميديا ان كابتن وليد سليمان بيطالب بشرط الكابتنه وكلام من هذا القبيل، يعني انا عارف وليد سليمان ملوش في يعني ما بيفكرش في الكلام ده خالص، يعني كل لاعبي النادي الاهلي الكبار ما بيفكروش في الكلام ده، بس عاوز اعرف منك فعلا طلبت شرط الكابتنه ولا كلام كالعاده زي اللي بنسمعه كل يوم؟ استحاله ولا عمري هطلب الكلام ده، ان احنا دايما في نظام في النادي الاهلي وفي سيستم، ما حدش يقدر يتخطى النظام والسيستم خالص، وبعيد عن كل حاجه، احنا ما عندناش حته ان انا مثلا انا كابتن يبقى انا مش عارف، لا احنا كلنا اخوات وكلنا كباتن مع بعض، وكلنا بنحب النادي وكلنا بنشتغل للكيان، لكن ما فيش الكلام ده خالص. يعني احنا دايما لعيبه كبار بنخلي اللعيبه صغيره اللي عايز يتكلم، اللي شايف حاجه حتى من لعيب صغير بنديله فرصه وبنديله مساحه يتكلم، لان انا زي ما قلت لك احنا كلنا في الاول والاخر بنشتغل للكيان، وكلنا الاول والاخر شايفين المصلحه فين وبنتكلم، لكن الحته دي مش موجوده خالص عندنا من سنين. يعني هو في نظام زي ما قلت لك وفي سيستم، حتى من ايام ما تريكا كان يعني حاجه عظيمه وما كانش كابتن الفرقه، يعني مزبوط. احنا دايما هم زي ما انت قلت وذكرت ان اللعيبه الكبار هم اللي شايفين حاجه بيتكلموا، مش شايفين حاجه بيسمحوا وبيدوا فرصه للصغيرين اللي شايف حاجه يقول. يعني في احد البرامج طلبت ان النادي الاهلي يدرس في المدارس، وفي ناس استقبلت الكلام دوت يعني بشغف كبير، وفي ناس ما عجبهاش الكلام. النادي الاهلي بص يعني ما كل شيء عن اهرامات الجيزه، يعني حاجه يعني احنا عندنا 3 اهرامات، لازم يكون النادي الاهلي الهرم الرابع، ان دي حقيقه مش كلام. واللي يدخل جوه النادي الاهلي زي ما انت قلت هتشوف حاجات كتير جدا، وهتشوف نظام وعندنا عادات وتقاليد وعندنا مبادئ في كل حاجه. الناس اللي تزعل دي ناس بعيده او ما بتقراش او ما بتشوفش او هي عايزه تغير تاريخ او عايزه تعمل حاجه، لكن طول عمره التاريخ ما بيتغير، التاريخ ما بيتغيرش خالص، والتاريخ زي ما بيقولوا كما يجب ان يكون. دي حاجه. وعايز اقول لك يعني برضو في ناس زعلت بحته ان انا بقول يعني شرف ما بعده شرف اللي يبطل في النادي، دي حقيقه،
اي لاعب يتمنى ان هو يبطل في النادي الاهلي، علشان يعني عايز اقول لك حاجه كمان، اللي بيدور على، عارف اللي بيدور على نسب، حاجه كده، حاجه تكبره، تكبره وتشرفه، هو كده انت في النادي الاهلي لما بتبطل جوه النادي الاهلي، لا ده انت يعني شرف ما بعده شرف ان انت بطلت، وبتبقى يعني كمان مش بطلت جيت النادي الاهلي 5 سنين واربع سنين زي معظم اللعيبه، لا ده انت جيت بدات مع النادي الاهلي 10 سنين 12 سنه، وفي لعيبه بقى لها كتير 15 16 سنه وبتبطل في النادي، دي حاجه عظيمه وحاجه ما بتبقاش كتير جدا، ما بتتكررش كتير جدا، عشان كده كل واحد بيحاول ياخد الكلام على هواء او على حاجه تانية، لكن احنا الحمد لله زي ما قلت لك ده الناس اللي بتدخل جوه النادي هتعرف الكلام ده كويس جدا. جميل، الاهلي زي الدوري وزي الكاس وزي البطولات المحليه، بطوله افريقيا بالنسبه لها كاس عالم للانديه، خليته اخر حاجه، جميل النادي الاهلي عاوز بطوله افريقيا، عاوز تروح كاس العالم من جديد، هنقدر نجيب افريقيا ولا الدنيا صعبه السنه ان شاء الله؟ باذن الله هي مش صعبه، احنا بقالنا يعني دخلنا الاثنين فاينل وخسرنا، ودي بتبقى مش ما بتتكررش كتير في النادي الاهلي. السنه دي كلنا مركزين وكلنا عايزين، واللعيبه زي ما حضرتك بتقول الجمهور عايز، احنا عايزين اكتر، ان ده حاجه بتتحط مثلا في تاريخ اللاعب، معظم اللعيبه يمكن لو دورت مش هتلاقي في الفرقه الا 3 4 هم اللي خدوا افريقيا، مفيش حد تاني واخد افريقيا، عشان كده لا الناس كلها مركزه والناس كلها بتفكر في افريقيا وتفكر تلعب كاس عالم للانديه. بنشتغل على كده، بينقصنا بس التوفيق، وان شاء الله باذن الله ناخد البطوله ونفرح جمهورنا باذن الله. مشاهدي قناه النادي الاهلي، ده كان لقاءنا مع خاتم سليمان النادي الاهلي، كابتن الكبير وليد سليمان.